الجمعية العامة التي صوتت ب120 صوتا لصالح المشروع العربي وضده فقط 14 صوت، تؤكد على أن الجمعية العامة هي البيت الأوسع والبيت الذي يدافع عن الحق والعدل والإنسانية في نفس الوقت، لأن المشروع العربي في جوهره منذ البداية ونحن نقول نريد وقف العدوان، وقف إطلاق النار فورا، نريد إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية فورا، ونريد وقف الترحيل القسري فورا. ومشروع القرار الذي نجح يحتوي على هذه العناصر ويصبح أكثر أهمية وفاعلية، لأن اليوم بدأ العدوان البري على أهلنا، فالجمعية العامة قالت وقف العدوان فورا، لا بدء العدوان البري على أهلنا حيث سيسقط المزيد من الضحايا. وفي هذا الإطار فإننا نقول الدنيا فيها خير والشعب الفلسطيني ليس يتيم. وأشكر إخوتي وأخواتي في المجموعة العربية الذين هم موحدين منذ البداية والإسلامية، وبهذه الوحدة القوية تمكننا أن نقنع المجتمع الدولي في الإطار الأوسع الجمعية العامة إلى أن يتحرك، إلى أن يتصرف، إلى أن يقرر. بينما مجلس الأمن المعني بهذه المسائل، الأمن والسلم الدوليين، لا يزال مشلولاً، ونحيي كذلك الأمين العام للأمم المتحدة لأنه كان ولا يزال يتحرك، ونحييه دوما على وقفته الشجاعة على بوابة رفح مناديا الإسرائيليين بوقف العدوان وبوقف إطلاق النار إنساني والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. هذه اللحظة هي لحظة عز وكرامة للشعب الفلسطيني في الجمعية العامة، وأعتقد أنه الجو الذي لمستوه في ساعات العدوان البري، ردت الجمعية العامة بلغة قوية واضحة مبدئية قانونية منطقية، ونشكر الجمعية العامة على هذا الموقف الشجاع. وأشكر إخوتي وأخواتي لأن وحدة العرب تستطيع أن تصنع كل هذه المسائل، كلما نكون موحدين نستطيع أن ننجز ما نريد. Let me say a few things in English. We are grateful that the General Assembly, the bigger house, for all the nations, the small and the big, the poor and the rich. إذن استمعنا للكلمة باللغة العربية. الآن رياض منصور المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة يلقي الكلمة باللغة الإنجليزية عن المجموعة العربية بعد نجاح مشروع القرار العربي في الحصول على الأغلبية، الأمر الذي اعتبره رياض منصور بأنه انتصار وبأن هذا التصويت في الأمم المتحدة لصالح هذه الهدنة الإنسانية، لمشروع القرار الذي يدعو للهدنة الإنسانية والذي تقدمت به المجموعة العربية، اعتبره بأنه يؤكد على أن الأغلبية دول العالم تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبأن الدنيا فيها خير والشعب الفلسطيني ليس يتيم، كما قال بالحرف رياض منصور. قال تمكننا من خلال الوحدة العربية والإسلامية أن نقنع الجمعية العمومية للتحرك، فيما مجلس الأمن هو مشلول أمام ما يحصل في قطاع غزة. وقال كما قال أن اليوم بدأ العدوان البري على غزة. نحيي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لأنه ما زال يتحرك، ونداءاته من معبر رفح وتحركه من معبر رفح لوقف الغارات الإسرائيلية والسماح بالدخول دخول المساعدات إلى داخل قطاع غزة. إذن هو يحاول أن يرسل صورة
الوحدة العربية في هذا التحرك العربي المشترك والمنسق في الجمعية العمومية للأمم المتحدة للتصويت لصالح مشروع القرار الذي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة؟ طبعا مشروع القرار جرى التصويت عليه قبل قليل بالأغلبية بأغلبية 120 صوتا بعد يومين من النقاشات. هناك إذن هذه الكلمة الآن للمجموعة العربية، وطبعا كما تتابعون معنا تابعنا معكم ما قاله قبل قليل المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور. طيب طبعا كل هذا يترافق، طبعا هذا النجاح العربي في الحصول على تأييد الغالبية من أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة يترافق مع التصعيد الكبير جدا، القصف الأعنف على قطاع غزة بريا وجويا وبحريا هذه الليلة بالتزامن طبعا مع هذا التحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة. رياض منصور إذن عبر عن هذه اللحظة بأنها لحظة انتصار وإثبات بأن العالم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولكن طبعا على الأرض هناك تصعيد كبير جدا من قبل إسرائيل هذه الليلة في قصف غير مسبوق على الأراضي في قطاع غزة، طبعا مع انقطاع خدمات الإنترنت وأيضا خدمات الاتصالات. ربما سيفتح الآن الباب للأسئلة في الوضع الحالي، وهذه إشارة مهمة جدا لسيما أنها الأولى على المستوى الدولي في هذا الإطار، ونحن خسرنا زملاء أعزاء وأقارب لهم في هذه الحرب. كيف ستستثمرون هذا الإنجاز الدبلوماسي هنا في الأمم المتحدة وعلى مستويات أخرى؟ أنا راح أدعو أخي محمود وأختي لانا وأخي أسامة أن يردوا على هذا السؤال. أشكركم أخي العزيز. كما رأيت القرار هو قرار إنساني بالدرجة الأولى. مقدمي القرار في المجموعة العربية ارتأوا الابتعاد عن أي إشارات من شأنها تسييس المسألة، على الرغم من الحق الواضح والصريح والذي هو أكثر إشعاعا من الشمس في أن هو الحق الفلسطيني، والظلم الممارس على الشعب الفلسطيني وعلى أهلنا في غزة وعلى الهجوم عليهم، ولكن ارتأينا لجلب أكبر عدد من الدعم ومن الأصوات أن يكون القرار إنساني ويركز على الثلاث نواحي أساسية التي نريدها في أي قرار إنساني كان، وهو بالأول وقف إطلاق النار، والمسألة الثانية اللي هي مسألة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، والمسألة الثالثة وقف عمليات الترانسفير التي إسرائيل أعلنت نيتها منذ بدء حربها على غزة أنها ستقوم بها. هذا كان القرار أهدافه بالأساس ولتضمين مشاغل بعض الدول ولجلب أكبر عدد ممكن من الدعم. قمنا بالاستماع للدول الأخرى وقمنا بإجراء إضافات لم تغير من جوهر القرار، ولم نحد على المبادئ التي قامت به وهي المبادئ الإنسانية، وباعتقادي هذه ساعدت في أن يتم نجاح القرار ومروره بهذا العدد الكبير من الأصوات المؤيدة وهزيمة المقترح الذي كان من الواضح أنه هدفه تسييس القرار وحماية إسرائيل حماية سياسية ومحاولة إظهار أن المسؤولية لا تقع على إسرائيل، وهو ما قامت المجموعة العربية وبالتنسيق مع المجموعة الإسلامية ومختلف دول العالم، توزعنا جميعا وتكلمنا مع الجميع وقمنا بهزيمة هذا المقترح السيء الذي تم تقديمه، ونجح القرار كما تمنيناه في ظل وضع بدأ الهجوم الأرضي، بدأت المجازر التي ترتكب ستصبح بشكل أكبر خلال أيام قدم، ولا قدر الله هذا الذي سيحدث يجب تفاديه، ولكن يجب على الأمم المتحدة أن تقف في مع القانون الدولي ومع الإنسانية ومع حق الشعب الفلسطيني وضد أي محاولات لمحو هذا الشعب من ترابه وأرضه. شكرا. مشروع قرار أوروبي يتحدثون عنه الآن في مجلس الأمن، هل هناك أي خطوات مقبلة ممكن؟
ممكن أن تعكس هذا النجاح اليوم في الجمعية العامة؟ العزيزة السفيرة لنا نسيبة مندوبة الإمارات لتجيب على التطورات داخل مجلس الأمن، يعتبر سيادتها العضو العربي. الأهم هو أنه ما حصلنا عليه اليوم، ورغم كل الرضا عن مشروع القرار الذي صدر بأغلبية 120 صوت، أغلبية لافتة وتؤكد أنه الجمعية العامة والعضوية العامة بتساند الحق العربي، بتدعو لوقف إطلاق النار، بتطلب إدخال المساعدات الإنسانية، بترفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم وعلى أراضيهم، وتؤكد مساندة الحق الفلسطيني. الأهم هو أنها ليست لحظة للاحتفال، الأهم هو الاستمرار بنفس الروح، الاستمرار في الدعوة للتنفيذ، الاستمرار في تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته، لا سيما أنه الاجتياح البري بدأ اليوم، عدد الضحايا جاوز 7,000 قبل بدء الاجتياح البري، نخشى انه الاعداد ستتزايد. كل التضامن مع الاشقاء الفلسطينيين، كل التضامن مع الشعب الفلسطيني الابي وهو صامد على ارضه يحارب قضيته العادله بدعم عربي واسلامي ومن 120 دوله في الامم المتحده. بنشكر السكرتير العام منظمه الامم المتحده على وجودهم، على دورهم الانساني، كل التحيه وكل التقدير، ونامل في المزيد، نامل في انه كل القوه تقرا النتيجة التصويت بصورة واضحة، تلزم سلطة الاحتلال بمسؤولياتها، القانون الدولي الإنساني يظل مطبق ومراعى بالكامل، ما فيش حد فوق القانون الدولي ولا إسرائيل ولا غير إسرائيل. ورسالة العالم العربي والرسالة اللي وضعت في محتوى القرار في غاية الاعتدال تخاطب العالم باللغة التي يفهمها. رفضنا، أكدنا على حماية المدنيين، بنرفض الهجوم على المدنيين إلى آخره، على النحو اللي حاز على تأييد 120 صوت. مش عايز يعني أكتر من كده، هذا ما أود أن أقوله، وكل الشكر لكل الأشقاء بخلاف العالم العربي والإسلامي من الدول الأخرى كمان التي سندتنا حتى النهاية، كل الشكر، شكرا جزيلا. This is a question for the Palestinian ambassador and for anybody else. My name is Stefano Vaccara, I'm from New York. In practical terms, no, first of all, congratulations, Ambassador. And for, in practical terms, that the resolution is not binding in the General Assembly. So in practical terms, what do you expect to happen in the next hours, next days? And then I have another question for you. Didn't vote for the resolution. What message do you have for those countries? Can I just answer on the next steps, please? And first of all, I'd like to say, add our thanks to the unity of the Arab group today and the unity of the membership, actually. 120 votes in this kind of geopolitical moment is a very, very high signal for international support. And it is a rejection of the status quo that is currently happening on the ground in Gaza. Humanitarian aid must come in. وهذه الدعوة وهذه دعوة لإيقاف وإيقاف إطلاق النار ودعم المساعدات وصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها. هذه قرارات ملزمة ولها ثقل وتأثير واضح. السؤال الثاني فيما يتعلق أننا سنأخذ الأمر من هنا، من هذا المنطلق، وسنسعى ونعمل الجهد يدينا في مجلس الأمن لتقديم هذا الاقتراح لإيجاد إنفراجة ونتوصل إلى اعتماد لهذا القرار. وأعتقد أننا سنعمل معا لتعزيز هذا التضامن الدولي وأن نشهد حماية المدنيين، جميع المدنيين، والتخفيف عن وطأة المعاناة للأبرياء في غزة. إضافة إلى ذلك، نحن نسعى جاهدين لتقديم هذا الدعم وإيصال المساعدات للمحتاجين إليها وتضافر جميع جهود المجتمع الدولي. وأعتقد أن هذه مبادئ يمكننا أن نجتمع عليها ونوافق عليها، وكل من صوت لصالح هذا القرار كان عددا كبير من الدول، وهو إشارة لهذا التضامن. دعوني أيضا أضيف أن الجمعية العامة في الجلسة الطارئة التي دعت إلى إيقاف إطلاق النار
والذي يعني أن هذه هي الجهة الأولى في الأمم المتحدة التي تدعو إلى إيقاف هذه الحرب. هناك بند من جهة مهمة جدا من جهات الأمم المتحدة التي تدعو إلى إيقاف إطلاق النار، كما أوضحت زميلتنا لانا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقالت أنهم سيقومون بأخذ قرار الذي أصدرته الجمعية العامة ويرفعونه إلى مجلس الأمن الذي عليه أن يأخذ زمام المبادرة ويتولى المسؤولية وأن يتعاون مع الجمعية العامة، وعلى إسرائيل أن تستمع إلى هذا القرار وتذعن إليه. أي ما نقرره في المجتمع الدولي سواء كان في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة سواء بشكل عام أو في شكل جلسات طارئة يجب أن تكون قرارات ملزمة، وهذا واجب الجمعي ألا نقبل هذا العدوان الغاشم وعدم إذعان الدولة التي تعتبر عضو في الأمم المتحدة لقرارات الأمم المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي لدينا أدوات يمكننا استخدامها. اليوم الأمم المتحدة والجمعية العامة ما قد دعت إلى إيقاف الحرب وإيقافها اليوم وإيصال المساعدات الإنسانية بعدد كافي إلى المحتاجين إليها، إضافة إلى إيقاف التطهير العرقي وحماية المدنيين وحماية الشعب الفلسطيني. كل هذه التصريحات سوف يتم إدراجها في قرار الذي ستصدق عليه الجمعية العامة، ثم يتم رفعه إلى المجلس الأمن وممارسة الضغوط السياسية على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن من الموت بسبب هذه الحرب. دعوني أيضا أضيف أننا ممتنين ونقدر لعدد كبير من الدول الأوروبية الذين لم يصوتوا لصالح إضافة تعديل، وبالتالي كانوا هنا حوالي 14 دولة صوت لصالح هذا التعديل، وعدد كبير من الدول لم يتم من كان عدد كبير منهم من دول الباسيفيك، ولكن عدد كبير من الدول الأوروبية صوتت لصالح القرار أو امتنعت عن التصويت، وبدأنا نشهد ما نريد أن نحققه، وهو أن الدول الأوروبية بدأت تنظر إلى الموقف من منظور إنساني، وأن ذلك سيكون أمرا مساعدا جدا سواء كان في مجلس الأمن أو في ممارسة ضغوط سياسية على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب. كل هذه الإجراءات ستساعدنا عند المضي قدما لإيقاف هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني وإيقاظ حياتهم. نحن نريد أن ننقذ الحياة، وهذه رسالة يجب أن تساعدنا جميعا في إنقاذ الحياة وليس لقتل الحياة وفقا لآلة القتل الإسرائيلية. والآن سوف نقوم بتقييم بصفتنا مجموعة ومع أصدقائنا ليس فقط من الجمعية العامة ولكن أيضا من المجموعات الأخرى، إضافة إلى الدول الأوروبية، أننا لن نقبل بمواصلة هذه الحرب ومواصلة قتل الشعب الفلسطيني. نحن هنا اليوم نسعى جاهدين للتصويت ونحن في موقف أفضل بعد التصويت، والذي سيسمح لنا أن نقترب من النجاح في إيقاف هذه الحرب، ثم بعد ذلك نبدأ في التفكير فيما بعد ذلك في المستقبل، في العدالة، في الإنصاف، في فتح الأفق السياسي وإنهاء الاحتلال وتطبيق مبدأ حل الدولتين. كل هذه الأمور مهمة جدا، وأود أن أشكركم شكرا جزيلا، وأود أيضا من الأهمية ممكن أن نقدر ما نقوم بها في مشروع القرار العربي فيما يتعلق الصحفيين. دعونا لا ننسى الصحفية شيرين أبو عقلة، ولا ننسى ما حدث لزملائنا من الصحفيين الذين وزميلنا وائل الدحدود في الجزيرة الذي فقد أفراد عائلته، وجميع الصحفيين الآخرين الذين نحترمهم ونقدرهم ونتذكرهم. سوف نبقيكم على علم بأي مستجدات. شكرا جزيلا.